بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ما امسى بنا من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم انا امسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة وسائر المسلمين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. أما بعد، وقفنا في شروط جمع التأخير في السفر. قلنا أن في السفر الطويل يجوز قصر الصلاة، ويجوز مع قصر الصلاة جمع الصلاة، جمع تقديم، ويجوز أيضا جمع تأخير. وقلنا أن جمع التقديم يجب فيه ثلاثة شروط جمع التقديم. أولا، نية الجمع في الصلاة الأولى، إما مع تكبيرة الإحرام أو أثنائها أو قبل السلام. وأنه الشرط الثاني الترتيب، لازم يجيب الأولى بعدها الثانية، ده في جمع التقديم. والشرط الثالث الموالاة، يبقوا ورا بعض. احنا قلنا ثلاث شروط في جمع التقديم. طيب، نيجي بقى في جمع التأخير. ايه شروط جمع التأخير؟ لما صلي أنا الظهر في وقت العصر، يعني أنا هروح ناقل الظهر ومصليه في وقت العصر، هأخره، أو أصلي المغرب في وقت العشاء، يبقى هأخره، يبقى ده اسمه جمع تأخير. إيه شروطه؟ شرط واحد بس سهل، إنك أنت وقت ما تدن أذان الصلاة الأولى وقبل خروج وقتها تنوي إنك هتجمع الصلاة دي جمع تأخير. يعني أنا ناوي إيه؟ أصلي المغرب مع العشاء وأنا مسافر وراكب السيارة في السفر الطويل. أول ما أسمع أذان المغرب أو بعد الأذان أنوي في قلبي إن أنا هجمع هذه الصلاة مع العشاء بس وخلاص. لما يجي بقى وقت العشاء أروح إيه نازل وداخل أي مسجد أو وصلت بيتي، أروح مصلي إيه المغرب جمع تأخير، ولا يشترط بقى نية الجمع في الأولى هنا، ولا الترتيب، ولا الموالاة. فممكن أروح مصلي بقى المغرب، وممكن أصلي كمان العشاء قبل المغرب كمان، لأن مش شرط الترتيب، لأن دخل وقتها خلاص وقت العشاء. وممكن أروح مصلي المغرب وأقعد أتعشى وأعمل لي كم مكالمة تليفون وأقابل بعض الناس اللي جايين يرحبوا بي، وبعدين أروح قايم جايب العشاء. يعني لو اشترط الموالاة ممكن يبقى فيها فرق. فهمتني بقى؟ يبقى في جمع التأخير مش محتاج موالاة، مش محتاج نية الجمع في الأولى، في أثناء الأولى يعني، ولا محتاج الترتيب. واضح؟ لكن محتاج حاجة واحدة، ان ننوي الجمع في وقت الاولى بس، قبل ما يدخل وقت العشاء، او قبل ما يدخل وقت ايه العصر. لو كنت هجمع الظهر مع العصر، يبقى ما اسمع اذان الظهر عندي من اذان الظهر لحد ما قبل العصر حيث يسع الصلاة كاملة، كويس، وقت يسع الصلاة كاملة، انوي في اي لحظة من دول ان انا هجمعها. واضح؟ سهلة؟ هنقرأ بقى كلام الشيخ في شروط جمع التأخير. فبيقول هنا في الهامش: وأما جمع التأخير فيجب فيه أن يكون بنية الجمع، وتكون النية هذه في وقت الأولى، ويجوز تأخرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن لو ابتدأت فيه كانت أداء. واضح الكلام؟ سهل. ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة ولا نية جمع في الأولى، على الصحيح في الثلاثة، في الثلاث شروط يعني، على الصحيح في الثلاث شروط. نقرأ بقى إيه
كلام الشيخ البيجوري على هذا الكلام، بيقول: وأما جمع التأخير إلى آخره مقابل لقوله وشروط جمع التقديم ثلاث، يعني ده يقابل الكلام السابق لما قال شروط جمع التقديم فخلصها، وبعدين قال بعد كده وأما جمع التأخير فده يبقى إيه مقابل لجمع التقديم اللي انتهى منه. قوله: فيجب فيه أن يكون بنية الجمع، ويجب فيه أيضا، بيقول لك ويجب فيه أيضا، هيجيب لك حاجات تانية، ويجب فيه أيضا دوام السفر إلى فراغ الصلاتين معا. يشترط في جمع التأخير برضو دوام السفر إلى فراغ الصلاتين معا سواء رتب أو لم يرتب. طب افرض إن أنا نويت جمع التأخير في صلاة العصر وأنا في طريق مسافر إلى الإسكندرية، فأذن علي الظهر وأنا في طنطا وأنا راكب السيارة، فإيه قلت بدل ما انزل اركن واصلي الظهر واجيب معاه العصر، انا اما اوصل اسكندريه ابقى اصلي الظهر في وقت العصر، فرحت ناوي التاخير ورحت ايه دايس بنزين وتني ماشي ما خدتش استراحه لحد ما وصلنا اسكندريه. انا ناوي اروح اسكندريه هقعد فيها اكتر من 20 وقت، يبقى دار اقامه بالنسبه لي، يبقى بالنسبه لي الاسكندريه دي دار اقامه طالما هقعد فيها اكتر من 20 وقت، يعني اكتر من 4 ايام صافي يبقى دار إقامة، يبقى ما أوصل ما أقصرش الصلاة، هصلي صلاة تمام 4 ركعات عادي وما أجمعش كويس؟ 4 أيام غير الصلاة اللي صليتها في طريقي، غير الصلاة اللي حصليها في طريق العودة، يعني اللي حصليهم هناك صافي. واضح؟ أدي المعنى. طيب، جيت أنا رحت واقف في مثلا في كفر الدوار او قبل ما ادخل اسكندرية ببلدة ولا اتنين، رحت نازل قلت ايه ادن علي العصر، رحت نازل جايب الظهر ركعتين ورحت جايب العصر ركعتين بعديه جمع تأخير، يبقى انا هنا في دوام السفر في الصلاتين، لان لسه انا ما وصلتش دار الاقامة، لسه انا ما وصلتش دار الاقامة اللي هي البلد اللي انا هستقر فيها. واضح؟ طيب الصورة التانية بقى، رحت أنا وصلت دار الإقامة لقيت العصر لسه ما ادانش وأنا شغال ماشي، رحت وصلت الإسكندرية دار الإقامة وعلى ما دخلت الشقة ووضبت أموري لقيت إيه العصر ادان وأنا دي دار إقامة، يبقى هنا ما مش السفر ما دامش في وقت الصلاتين، تنقلب صلاة الظهر اللي أنا ناويها جمع تأخير إلى قضاء، لكن إيه لكن بلا اسم، لا اسم فيه. ليه؟ لان كان في عذر السفر لما نويت، لكن بقت قضاء ما بقاش اسمها جمع تاخير. ليه؟ لاني وصلت دار الاقامه، لان عشان يبقى جمع تاخير يشترط دوام السفر في الاثنين، فهمتني؟ يبقى في الحاله دي هتنقلب صلاه الظهر الى قضاء لاني وصلت دار الاقامه، واروح ايه مصلي الظهر قضاء بس هجيب 4 ركعات مش قصر بقى، لان انا وصلت دار الاقامه اروح جايب 4 ركعات واجيب العصر بعدها اداء في وقتها 4 ركعات برضه لان وصلت دار الاقامه. واضح؟ ويبقى هنا قضاء مع عدم الاثم لوجود العذر السفر اثناء مده الجمع، لما نويت الجمع كنت متلبس بالسفر. فهمت القصه؟ طب لو هو اذن العصر قبل ما توصل بس انت ما صليتش ما يضرش، وصلت لغايه ما يضرش، انت المهم هتصلي امتى مش ادن امتى، هتصلي امتى لما وصلت، يبقى العبرة هتصلي امتى مش ادن امتى، هصلي لما وصلت. فلو كنت انا هقعد في اسكندرية يومين بس او 3 ايام اقل من 20 وقت، يبقى انا ما زلت مستمر في السفر، يبقى اما اوصل هصلي الظهر ركعتين قصر جمع تأخير، وهصلي العصر قصر اداء. ليه؟ لان انا ما زلت متلبس بالسفر، لان انا هقعد اقل من ايه من 20 وقت. فهمت بقى القصه؟ يادي معنى كلام الشيخ البيجوري هنا، بيقول لك خد بالك من النقطه دي، ان يشترط دوام السفر في ايه الى فراغ الصلاتين، الى فراغ الصلاتين. واضح؟ معا سواء رتب، استنى بس، وصل بدري يعني قبل ما يدن العصر خلاص ما هو ناوي الجمع،
هو ناوي ناوي الجامع وممكن يغير رأيه. افرض ان انت وصلت البلد بدري شوية والعصر لسه فاضل عليه ساعة وجدت عندك نشاط تصليها صليه، صليها اداء بقى، واخد بالك؟ ما يجراش حاجة. فبيقول هنا ويجب فيه ايضا دوام السفر الى فراغ الصلاتين معا سواء رتب او لم يرتب، سواء رتب يعني جاب الاولى وبعدين التانية او جاب التانية الاول وبعدين الاولى، واضح؟ فلو اقام قبله، لو أقام يعني وصل لدار الإقامة قبل ما يجمع، فهمتني؟ فلو أقام قبله صارت التابعة قضاء لا إثم فيه. واضح الكلام اللي شرحته لك؟ افهم الكلام وصحصح. فلو أقام قبله صارت التابعة اللي هتبقى بالنسبة لنا هنا الظهر، هتبقى تابعة للعصر لاني اخرتها، او في مثال اخر المغرب تابعه للعشاء، واضح؟ فلو اقام قبله صارت التابعه قضاء لا اثم فيه لانها تابعه لصاحبه الوقت في الاداء للعذر، للعذر اللي هو كان السفر ساعه ما نويت، وقد زال، وقد زال. يبقى عشان كده طالما زال قلنا قضاء، وقلنا لا إثم فيه لوجود العذر عند نية الجمع اللي هو السفر، واضح الكلام؟ طيب. وخالف في المجموع، الإمام النووي بقى خالف في كتاب المجموع في صورة الترتيب فقال، كلام الإمام النووي خد بالك قبل المناقشة، هو هيناقش كلام الإمام النووي نفسه. الإمام النووي في المجموع قال إيه؟ فقال إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف. يعني لو أقام في أثناء الثانية يعني إيه؟ يعني هو بدأ يصلي الظهر جمع تأخير وقت صلاة العصر، جاء وقت العصر نوى في السفينة، هو ناوي في السفينة، ما زالت السفينة ما دخلتش في حدود دار الإقامة، فهو ناوي بيصلي الظهر والسفينة شغالة ماشية، خلص الظهر ركعتين جمع تأخير كويس، سلم يا دوب هيصلي العصر، لقى السفينة دخلت في حدود البلد اللي هيقيم فيها، فهمتني؟ ادي المثال بتاع الإمام النووي عايز يقول لك هنا. ففي الحالة دي ينبغي ان تكون الأولى أداء، لان هو اداء اداها جمع اداء، يعني ايه؟ يعني مش قضاء، يعني يعني جمع تاخير، ما هو جمع تاخير يعني ده وقتها، فهمتني؟ ده وقتها. فالامام النووي بيقول لك في الحاله دي، في الصوره دي، في الصوره دي هتبقى الاولى اداء لانه اداها في وقتها لانه كان متلبس بالسفر، ولو اقام في وقت الثانيه يعني لما يجي يصلي العصر كان وصل لدار الإقامة، فهمتني ازاي؟ ده كلام الإمام النووي، يفهم كلامه. بيقول ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف، يبقى الإمام النووي بيعلق على اللي بيقول لك لابد من دوام السفر في إيه؟ في الصلاتين كاملين. الإمام النووي بيقول لك لا، ده في صورة ممكن تكون أداء الأولى وفي الثانية تبقى إقامة، وصل لدار الإقامة، فإداها المثال ده. فلو أقام في أثناء الثانية، فهمتني ازاي؟ يبقى ينبغي ان تكون الاولى اداء. فبيقول لك ايه؟ وما بحثه، ما بحثه الامام النووي في المساله دي مخالف لاطلاقهم، مخالف لاطلاق ايه؟ علماء المذهب الشافعيه غيره اللي قالوا ينبغي دوام السفر في الصلاتين، واضح؟ وخالف السبكي وتبعه الاسنوي في صوره عدم الترتيب، وجاء الامام السبكي وتابعه الامام الاسنوي من ائمه الشافعيه ايضا، والاثنين من مصريين، واحد من اسنا في الصعيد والثاني من السبك في المنوفيه، وعلماء كبار من علماء الشافعيه الكبار، مصريين الاثنين. جاء الامام السبكي والامام الاسنوي قالوا في عدم الترتيب، حيث قال وتعليلهم منطبق على تقديم الاولى. طيب، فلو عكس وأقام في أثناء التابعة فقد وجد العذر في جميع المتبوعة،
وأول التابعة، فقد وجد، بيقول لك يعني لو عكس الترتيب، يعني لو صلى في الصورة دي، لو صلى العصر الأول، ما احنا قايلين الترتيب مش شرط، فما راحش جاب الظهر الأول، ما الظهر العصر ندا وقته دخل وقته، لكن هو صحيح عليه صلاة الظهر جمع تأخير، لكن هو لقى جماعة عصر فراح مصلي معاهم العصر، وقال بقى اجيب الظهر بعدين لأن الترتيب مش مهم، فهمت؟ فهنا عكس، فعكس، فبيقول لك فصلى الأولى صلاة العصر صلىها الأول، وكان ساعتها متلبس بالسفر كويس، وبعد ما صلى العصر راح دخل في دار الإقامة ولسه هيجيب الثانية، فهمتني ازاي؟ يعني عكسوا الصورة اللي جابها الإمام النووي، عكسوا. فبيقول لك ايه، فلو عكس وأقام في أثناء التابعة فقد وجد العذر في جميع المتبوعة، يعني وجد العذر في صلاة العصر، العصر هنا هي المتبوعة، وأقام هنا وقت التابعة اللي هي الظهر، لأنه لم يراعي الترتيب جابها بعدها، واضح؟ فلو عكس وأقام في أثناء التابعة، تروح كاتب التابعة هي الظهر هنا، فقد وجد العذر في جميع المتبوعة اللي هي العصر أو العشاء، صلاها الأول يعني وهو متلبس بالسفر، وبعدين أقام بعد كده وعايز يجيب الصلاة الثانية، فهمتني الصورة؟ طيب، وأول التابعة، فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة، وقياس ما مر في جمع التقديم من الاكتفاء بدوام السفر إلى عقد الثانية، الاكتفاء بذلك هنا أيضا. حاضر، نكمل الكلام بس. وأول التابعة، وقياس ما مر في جمع التقديم من الاكتفاء بدوام السفر إلى عقد الثانية، الاكتفاء بذلك هنا أيضا، فتكون التابعة أداء كما أفهمه التعليل. قال لك إحنا هنا هنعتبر إن التابعة اللي صليناها مع وعدم مراعاة الترتيب في الصورة الثانية اللي عكسها الإمام السبكي والإمام الإسنوي، قالوا هنعتبر التابعة هنا طالما المتبوعة كان لسه في العذر تبقى أداء برضه مش قضاء، بالرغم إيه؟ انقضاء السفر. فهمتني إزاي؟ بالرغم انقضاء السفر. اكتفاء بإن في جمع التقديم، في جمع التقديم يقول لك إيه؟ الاكتفاء بدوام السفر إلى إحرام الثانية، مش شرط الانتهاء من الثانية، إلى إحرام الثانية، فهمتني إزاي؟ فتكون التابعة أداء كما أفهمه التعليل، قياسا على الثانية يعني، إن الاثنين مرتبطين ببعض، فأنا لو كنت رأيت الترتيب كان زماني صليتها أداء، فهمتني إزاي؟ أدي معنى الكلام بتاعه. بدأ بالمتبوعة الأول، لو بدأ بالمتبوعة وهو متلبس بالسفر. أيوة. حتى لو أقام يبقى التابعة. ده كلام مين؟ ده كل ده تعليل مين؟ السبكي والإسناوي خلافا للقاعدة. هما بيعكسوا القاعدة، والإمام النووي عايز يعكس القاعدة اللي هو حكاية شرط دوام السفر في الاثنين. فبيقولوا له الإمام النووي بيقول أنا أعتقد في رأيي إنه هو لو عمل الصلاة الأولانية دي اللي هي جمع التأخير وكان مسافر وسلم، وبعدين بدأ في الثانية اللي هي كانت مع مراعاة الترتيب، كان بقى في الإقامة، هينبغي انها تكون ايه؟ لا، هينبغي انها تكون اداء، مع ان المذهب يقول لك تبقى قضاء المستقر، لكن الامام النووي بيقول ينبغي انها تكون اداء، لانه لما صلاها كان في العذر اللي هو السفر. قال الامام السبكي عايز يعكس تاني، قال لك وهنعكس تاني، لو ابتدى بالتانيه وما رعاش الترتيب وجاب الاولى بعد زوال العذر، المفروض ان الاولى تاخد حكمها حكم الثانية، لأن كان ده وقتها إنها تتجاب في الأول وهي تابعة ليها، فطالما المتبوعة خدت حكم الأداء تبقى التابعة تاخد حكم الأداء من باب أولى، لأن ده كلام السبكي والإسناوي في الصورة الثانية. كل الكلام ده خلاف القاعدة، القاعدة عندنا في المذهب يشترط دوام السفر لحد ما ينتهي من الصلاتين، واضح؟ لكن دي مباحث بيفكر فيها علماء المذهب
بيقولوها لكن ما بيفتوش بيها، بيسموها مناقشات لكن ما ينبنيش عليها فتوى. يعني فهمت ازاي؟ يعني هو بيناقش كأنه بيفكر بصوت عالي، لكن ما زال الفتوى ان يشترط ان ايه دوام السفر في الاثنين، دي الفتوى المستقرة. انه لما عمل المتبوعة كان معذور، كان ساعتها في السفر، والتابعة دي تابعة للمتبوعة، فاذا كانت المتبوعة اداء يبقى التابعة تبقى اداء زيها. باحرام الثانية بس، لان هي المتبوعة. فهمتني ازاي؟ اعتبار دي تاخد حكم دي، لان دي مبنية على دي. واضح الكلام؟ ده كلام الاثناوي السكي. وأجرى الطاووسي الكلام على إطلاقه. شوف كلام الطاووسي بقى ممشي على القاعدة بتاعتنا العادية بقى. يبقى الإمام النووي عايز يتوهنا، والإمام السبكي والإثناوي عايز يحيرنا، واخد بالك؟ فبيقول لك خد بالك، ارجع للطاووسي بقى. أجرى الكلام على إطلاقه، قال انتوا ليه هتحيرونا وتدونا صور تلخبطنا؟ احنا عايزين دوام السفر في الاثنين وخلاص، ولما يزول العذر فهي هتقع قضاء، ولا عذر على ولا اسم علي، انتوا زعلانين ليه؟ هو معلوش اسم، انتهينا. ليه بقى تعملها لي وتعقدها لي؟ فهمت ازاي؟ ده كلام الطاووسي. واجرى الطاووسي الكلام على اطلاقه، فمتى اقام قبل تمامهما معا، فمتى اقام قبل تمامهما معا صارت التابعة قضاء سواء رتب او لا. يعني سواء كان على تفريعة الإمام النووي أو على تفريعة الإمام السبكي والإسنوي. وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى، لكن جمع التقديم اكتفي بدوام السفر إلى عقد الثانية حتى لو أثناءها أقام، اكتفي في 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 في, في جمع التقديم بكده، ولم يكتف به في جمع التأخير. ليه؟ لأن وقت الأولى ليس وقتا للثانية إلا في السفر، فتنصرف للسفر بأدنى صارف. لأن في جمع التقديم أنا بصلي العصر مش في وقتها أصلا، ما دخلش، فما تنفعش بأي حال. لكن الصلاة القضاء تنفع بعد انقضاء وقتها مطلقا، سواء في سفر أو في غير سفر. فهمتني؟ فأنا مضطر إن أنا أصرفها إلى السفر بأدنى صارف، لأن لا تصلح إلا بعذر السفر، وإلا هأبطلها. إنما أنا لما أقول إنها قضاء ما أبطلتهاش، لأن خرجت من وقتها. فهمتني ازاي؟ يعني يجوز ان انا اصلي الظهر في وقت العصر مطلقا، مش يجوز؟ يجوز، صحيح مع الاسم لو كان بغير عذر، لكن الصلاه تقع صحيحه، صحيحه وقضاء. لكن لا يجوز ان انا اصلي العصر قبل الظهر ابدا وتقع باطله الا بعذر السفر. فهمتني ازاي؟ ادي المساله. فقال لك ان في فرق بين هنا وهنا، علشان كده قال ايه؟ خد بالك التفريعات دي والمناقشات دي بتربي فيك الملكه الفقهيه. فهي بس هي دي بتربي فيك الذكاء والملكة الفقهية. فبيقول ايه؟ وليس وانما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر الى عقد الثانية، ولم يكتف به في جمع التأخير، لان في جمع التأخير قلنا لازم لحد تمام الاثنين، انما في جمع التقديم قلنا ولو يكتفي بمجرد احرام الثانية يبقى في السفر، لان وقت الاولى ليس وقتا للثانية إلا في السفر. لأن وقت الأولى اللي هي الظهر ليس وقتا للعصر إلا في السفر. افهم الكلام؟ فهمتني؟ فتنصرف للسفر بأدنى صارف، وهو الإحرام في أثناء السفر ولو لم يتمه، ولو أقام بعد ذلك. وأيضا لو لم نكتفي بذلك، لو ما اكتفيناش بأدنى صارف لبطلت، لأنها لا تصح حينئذ إلا لعذر السفر، فاكتفي بدوامه إلى عقد الثانية مراعاة لعدم البطلان، عشان ما بتلوش صلاة. فهمتني إزاي؟ وأما وقت الثانية بقى فتصح في الأولى بعذر السفر، مش كده برضو؟ أما وقت الثانية فتصح في الأولى، وقت الثانية اللي هو العصر تصح في الأولى لوقت الظهر بعذر السفر وغيره، فلا تنصرف إلى السفر
إلا إذا وجد السفر فيهما. وأما وقت الثانية، الثانية اللي هي إيه؟ اللي هتبقى العصر إيه؟ فتصح في الأولى بعذر السفر وغيره. فتصح فيه الأولى اللي هي الظهر بقى. أنا عندي هنا في طبعة، يعني أنت لو صليت الظهر بعد انقضاء وقتها تصح، إما قضاء أو إما جمع تأخير، فهي هتصح هتصح لأنها مرتبطة بذمتك، أنت لسه ما صليتش الظهر. فهمتني إزاي؟ وعلشان كده، وأما وقت الثانية فتصح فيه الأولى اللي هي الظهر بعذر السفر وغيره، وغير عذر السفر مطلقا، فلا تنصرف إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما، لأن أنا ما عنديش هنا يعني زنقة تضطرني إن أنا أقول لازم تبقى أداء. طب أنا ما هي هتصح قضاء برضه، طب وليه أنا أزنق نفسي أقول لي لازم، فهمتني، إنها تبقى أداء؟ طالما زال العذر يبقى قضاء، وطالما قضاء احنا قايلين زال العذر وانا نويتها في اثناء بالعذر يبقى لا اسم عليه، والحكايه سهله. فهمتني ازاي؟ يبقى تفريعات الامام النووي وتفريعات الامام السبكي والاسناوي مناقشات بس، ما نبناش عليها فتوى، لمجرد مناقشات تفكير بس، لكن الفتوى انها لازم دوام السفر حتى انقضائهما. واضح؟ فإلا لو انقضى السفر حتى في أثناء الثانية انصرفت الأولى اللي أنا نويتها جمع تأخير إلى القضاء، ولكن بدون إثم. واضح الكلام؟ ننقل بقى في نقلة قوله، وأما جمع التأخير فيجب فيه أن يكون بنية الجمع، أي ليتميز عن التأخير تعديا. أما أنا وأنا الجمع، أما أسمع أذان الظهر وأنا مسافر أنوي الجمع، غير أما أبقى أنا غافل وسايب الظهر يعدي مني لحد ما يدن العصر، هبقى متعدي لأني غافل سبتها وأخرتها عن معادها بلا نية، والأعمال بالنيات، فبقى أنا كده متعدي. وعلشان كده بيقول لك إيه؟ أن يكون بنية الجمع أي ليتميز عن التأخير تعديا، يعني إيه؟ بالغفلة. واضح؟ بالغفلة عن النية يعني. وتكون لو غلب على ظنك وبعدين لقيت في أثناء الطريق اتأخرت وفي تصليحات وركنوك في الشارع والعربية حصل فيها، انوي بقى الجمع، انوي الجمع سهلة، ما احنا قايلين تنوي الجمع في أي وقت الأولى لحد ما يبقى في وقت يسعها كامل، يعني قد ما تجيب ركعتين إن كنت هتقصر أو أربع ركعات كاملين إن كنت هتصليها كامل. فهمتني ازاي؟ بس ما انت قدامك تقدر تنوي نية الجمع في اي وقت في الفترة دي. انا عندي من الظهر الى العصر ساعتين ونص مثلا او ثلاث ساعات، عندي انوي نية الجمع لحد قبل العصر بربع ساعة او عشر دقايق، فبراح عندي براح، وصلت لحد ما بقى على العصر دقيقة اقول يا حنوي الجمع بقى، طب ما انا قصرت، انا مقصر كنت غافل، ده تعدي. فلازم ابقى مهتم بالصلاه، لما اسمع الاذان ابقى مرتب بيني وبين ربي هصلي امتى وهصلي ازاي، ويبقى عندي نيه شرعيه للتاخير او للتقديم او لكده. فهمتني ازاي؟ بس عشان اميز ليتميز عن التاخير تعديا، تعديا يعني قضاء بغير عذر، ادي معنى قضاء بغير عذر يبقى تعديا. وتكون النيه هذه في وقت الاولى، اي نيه جمع التاخير، وقوله في وقت الأولى أي لا قبله، خلافا لاحتمال فيه عن والد الريان بالاكتفاء بها قبله قياسا على نية الصوم. والد الإمام الرياني كلامه يحتمل تفهم منه أن يجوز كمان نية الجمع قبل ما يدخل وقت الأولى قبل الظهر. قال لك لا، قال لك ربما يكون قصها على الصيام، انك انت بتصوم بتنوي قبل التلبس بالصيام، الصيام بيبدا من بعد الفجر، لكن انت بتنوي من بعد المغرب الى ما قبل الفجر في اي وقت من ده، فممكن انت بتنوي الصيام قبل دخول وقته، مش كده برضه؟
فلما أسهى على الصيام قال لك يبقى ينفع عنه قبل دخول الوقت، قال لك لا خد بالك إن الصيام غير الصلاة، الصيام لا يقاس على الصلاة. فهمتني إزاي؟ أهو قياسا على نية الصوم. ورد ردوا عليهم قالوا إيه؟ بأن نية الصوم خارجة عن القياس فلا يقاس عليها كما في التحفة. نية الصوم خارجة عن القياس ليه؟ تيسيرا على الإيه؟ تيسيرا على المكلف، لأن لو مشيت على القاعدة إحنا النية بتكون أول الواجب، مش كده؟ النية وقتها أول الواجب، أول التلبس بالفعل، أول الواجب، أول التلبس ده وقت النية الشرعية. يعني معناه إن أي واحد عايز يصوم بقى معناه يفضل قاعد ما بحلق كده ومستني أول ما الفجر هيدن يروح ناوي، وده صعب تفضل مضطرب، أنت ممكن تبقى نايم ويدخل عليك الفجر وأنت نايم. فلرفع الحرج الشرع أجاز تبييت النية من الليل على خلاف القياس لرفع الحرج عن الأمة. فطالما حاجة ماشية على خلاف القاعدة ما يس عليه، ما ينفعش أقيس بقى على الصوم لأنه ده خلاف القاعدة تيسيرا على الأمة. لكن الصلاة النية بتبقى مع تكبيرة الإحرام مع أول الفعل. فهمتني إزاي؟ وبعد دخول الوقت، فما ينفعش أنوي قبل دخول الوقت. واضح الكلام؟ فهمت الكلام؟ طيب قوله ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى، يبقى ممكن أنوي نية الجمع من أول دخول وقت الأولى لحد ما يبقى من وقت الأولى ما يسعها كاملة. يعني زي ما قلت لك قبل ما يدن العصر بعشر دقايق ربع ساعة لحد الوقت ده كده تقريبا ممكن أنوي. طيب بعد كده صارت قضاء بقى خلاص. ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن لو ابتدأت فيه كانت أداء، أي أداء حقيقيا، أداء حقيقيا، مش حكاية يدرك منها ركعة وخلاص ويدن العصر، لا ده احنا عايزين أداء حقيقيا. ليه؟ لأن هنا أصلا كل ده خلاف الإيه؟ القواعد. لأن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لرخصة، والرخصة لا أتوسع فيها، مش كده؟ ما توسعش فيها. فما اعتبرش بقى ان الصلاة تقع اداء لو ادركت ركعة قبل دخول وقت الثانية، لان ده الكلام ده لو انا هأديها، لكن انا مش هأديها، ده انا هأخرها عن معادة. فطالما هأخرها عن معادة لازم اراعي انها تبقى اداء حقيقيا. واضح الكلام؟ اداء حقيقيا بان يبقى ما يسعها تامة ان لم يرد القصر، ومقصورة إن أراد الأداء، إن أراده، لا أداء مجازيا بأن يبقى ما يسع ركعة فقط. يبقى أنا في الإيه؟ في الرخص ما توسعش فيها الرخص لأنها ماشية على خلاف القاعدة. فطالما ماشية على خلاف القاعدة يبقى أضيق فيها بقدر الطاقة على الصور التي فعلها النبي بالضبط، ما أقدرش بقى أخرج عن إيه؟ عن الصور دي، لأنها ماشية على خلاف القاعدة صلى الله عليه وسلم. فهمتني إزاي؟ بيقول لك وإن اكتفى شيخ الإسلام، أما يقول لك شيخ الإسلام يقصد مين؟ شيخ زكريا الأنصاري. وإن اكتفى شيخ الإسلام بذلك، لحسن تفتكر شيخ ابن الإسلام ابن تيمية، أولا ابن تيمية حنبلي، وإحنا بنعرف كتب الشافعية، حاكم الوهابية مش فاهمين إن في شيخ الإسلام غير ابن تيمية، لا في كل المذاهب في شيخ الإسلام برضه، عندنا أبو زكريا الأنصاري، إذا أطلق في كتب الشافعية المتأخرة المتأخرين شيخ الإسلام يقصد به الإمام زكريا الأنصاري. وإن اكتفى شيخ الإسلام بذلك في صحة الجمع لكن مع العصيان بالتأخير فيها إلى هذا الوقت. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال لك لو أخرها إلى ما يسع ولو ركعة يبقى يصح الجمع وتقع أداء مش قضاء، لكن يأسم للتأخير إلى هذا الوقت. فهمت ده كلام مين؟ الشيخ زكريا الأنصاري. ولذلك قال وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسعها عصى، وإن وقعت أداء فلا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان على طريقته، على طريقته هو، على طريق تفكيره يعني ده الشيخ زكريا الأنصاري. وهي مرجوحة، وهي إيه؟ مرجوحة، يعني الفتوى على خلاف، واضح؟ لأن إدراك الزمن
ليس كإدراك الفعل، بيقول لأن احنا إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل، وإلا لزم أنه لو أحرم بها والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر ولم يوقع منها ركعة فيه بالفعل كانت أداء وليس كذلك. بيقول لأن الإيه؟ لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل. إحنا هنا إذا أدرك من الظهر ركعة قبل أذان العصر فقد أدرك الظهر، دي في الأمور العادية. بيقول لك هنا إدراك بالفعل ولا إدراك بالزمان؟ إدراك بالفعل، لأن ممكن أنا يبقى فاضل قدر ركعة بس أنا أكتر القراية شوية، أقعد أقرأ الفاتحة وأجيب سورة طويلة، يوم يدا علي العصر يبقى تقع قضاء، لأن العبرة الإدراك بالفعل مش الإدراك بالوقت. واضح؟ العبرة الإدراك بالفعل مش الإدراك بإيه؟ بالوقت. لأن أنا لو فاضل لي 5 دقائق والعصر يدا، ممكن أجيب ال5 دقائق دي أجيب فيها ركعة وأجيب فيها ركعتين كمان لو عملت الأركان بس، مش كده برضو؟ لكن لو أنا بقى إيه طولت في القراءة وجبت سورة طويلة بعد الفتحة، ممكن أفضل قاعد أقرأ في السورة والعصر يدا ويقيموا الصلاة للعصر ولسه في الركعة الأولى، وتبقى انقلبت إلى قضاء. لأن العبرة الإدراك بالفعل مش إن الوقت كان يسع ركعة وخلاص. فهمت الفرق بين الإدراك بالوقت والإدراك بالفعل؟ فالعبرة الإدراك بالفعل. فطالما العبرة الإدراك بالفعل يبقى طريقة الشيخ أبو زكريا الأنصاري طريقة مرجوحة. فهمتني إزاي؟ طريقة تفكيرهم بيردوا على بعض إزاي بحلاوة، يردوا على بعض بحلاوة بدون ما يهزقوا بعض، ويقول لك شيخ الإسلام رضي الله عنه، ويرد عليه ويقول له طريقتك مرجوحة ومحترمين بعض، بخلاف علماء اليومين دول. واخد بالك ازاي؟ سفاهة وحقد وحاجات غريبة، لانه ما كانوش لانهم ما تربوش التربية اللي هي فيها تربية الذكر وتهذيب النفوس والزهد في الدنيا وعدم النظر للمناصب، فبقت الحكاية بقت وحشة، بيغيروا من بعض، ده مشهور ليه وده خد منصب ليه، فاول ما يلاقيه مخالفه في الحجة يجي في برنامج يقعد يسفهه من جميع الوجوه، مش في الوجه بس اللي خلفه فيه، ده يسفهه حتى من وجيه من جميع الوجوه، يقول في الاخر حتى شوف العمة بتاعته مكرمشة. الله، طب وانت مالك بالعمة؟ ده انت بنتكلم في قضية فقهية، ما هو بيقولك اذا خصم فجر. فربنا ينجينا يا سيدي. ورزا اليوسف تهيص والمجلات المشبوعة تهيص ويجيبوا مقالات وانت عارف القصة. فربنا ينجينا يا سيدي. فعلشان كده بيقول لك لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل، وإلا لازم أنه لو أحرم بها والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر ولم يوقع منها ركعة لأنه طول فيه بالفعل كانت أداء وليس كذلك. وما بنقولش كده، طالما ما جابش ركعة حتى أدم طول بيت قضاء برضه. فالراجح أنه لابد أن يكون الباقي يسعها تامة أو مكسورة كما علمت. عرفت المناقشات بتاعتهم إزاي بتتم؟ نتعلم الأدب من إيه؟ من الجيل الصالح ده. قوله ولكن في نفس الوقت ما بيحجروش على بعض، بيقعدوا يفكروا. علماء بتفكر، ما مش عيب إن إحنا نفكر، بل بالعكس ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الفروع قابلة لتنافس العلماء علشان يميز إيه الذين أوتوا العلم درجات، ويرفع الذين أوتوا العلم درجات، ويبين الدقيق التفكير عن اللي ما عندوش دقة واللي عنده، وهكذا يتمايز العلماء. إنما عارف لو كل حاجة واضحة خالص كانت الأمة نامت وكسلت. لكن ربنا يريد إن الأمة تتنافس في العلوم وتتنافس في الطاعة وتتنافس في استنباط الأحكام وتتنافس في المصارعة إلى طاعة الله، وبعدين يتوسع وجهات النظر تقوم يتوسع الناس، فبدل ما يبقى رأي واحد يبقى آراء كتيرة، يبقى الأمة كلها ماشية في الخير، كل دي رحمة. يبقى الخلاف ده كله فيه نوع من الرحمة والسعة والتنافس، والتنافس البناء اللي هو إيه؟ اللي هو للوصول إلى الأصلح والوصول إلى الأقوى. والأنبياء اختلفوا في الفروع وما كانش إيه يعيبهم. سيدنا سليمان وسيدنا داود كانوا اختلفوا في حكم في قضايا واحدة، سيدنا سليمان يحكم فيها، سيدنا داود يحكم في حكم تاني، فيهاش حاجة، ما يجراش حاجة يعني. فالواحد ايه ياخد باله من الحكاية دي. ويجوز فاحنا هنا بنقول ايه قوله ولا يجب في جمع التأخير
ولا يجب في جمع التأخير بقى الحاجات التانية الثلاثة اللي هي نية الجمع في الأولى أثناء الأولى الإحرام بالأولى يعني، ولا المولاة ولا الترتيب، ولا يجب في جمع التأخير آخره، لكن يسن فيه، يسن ولا يجب، الترتيب والمولاة يسن بس سنة، يعني الأفضل تجيبهم ورا بعض وترتب، ده الأفضل سنة. وإنما لم يجب ما ذكر لأن الوقت صالح للأولى ولو من غير تبعية. ليه بقى ما يجبش؟ لأن الوقت صالح لصلاة الظهر حصليها في وقت العصر حتى لو ما كانتش تبع العصر، لأن أنا كده كده ما صليتهاش، فإن علي حصليها حصليها ولو قضاء، فهمتني؟ وعلشان كده ما اشترطش الباقي. لأن الوقت صالح للأولى ولو من غير تبعية بخلافه في جمع التقديم، الوقت غير صالح إن أنا أصلي العصر في وقت الظهر أبدا إلا بتبعية الجمع التقديم، فعشان كده لازم أنوي جمع التقديم. لكن في جمع التأخير فأنا ممكن أصلي الظهر في وقت العصر حتى ولو بغير صف، وتقع قضاء وصحيحة، فهمتني إزاي؟ دي غير دي. وإنما لم يجب ما ذكر لأن الوقت صالح للأولى ولو من غير تبعية بخلافه في جمع التقديم، فلا يصلح الوقت للثانية إلا على وجه التبعية. واضح؟ قول ولا نية جمع أي في الصلاة الأولى، وأما نية الجمع في وقت الأولى فهو شرط كما هو ظاهر، يبقى نية الجمع تبقى في وقت الأولى لكن مش في أثناء الصلاة. واضح؟ على الصحيح في الثلاثة أي التي هي الترتيب والموالاة ونية الجمع في الصلاة الأولى. كده خلصنا الجمع في السفر والقصر. هنيجي بقى لجمع بعذر آخر غير السفر، وهو الجمع للمطر، الجمع بسبب المطر. فبيقول لك هنا إيه؟ بيقول في الهامش: ويجوز للحاضر أي المقيم في وقت المطر أن يجمع بينهما، أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا في وقت الثانية بل في وقت الأولى منهما. يبقى الجمع لعذر المطر ليس له إلا جمع تقديم بس، ملوش جمع تأخير. يبقى أصلي العصر في وقت الظهر مع الظهر، وأصلي العشاء في وقت المغرب، كويس؟ بالشروط اللي هيقولها لك. ويجوز للحاضر أي المقيم في وقت المطر أن يجمع بينهما، أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا في وقت الثانية بل في وقت الأولى منهما. إن، شوف بقى بشروط، إن بل المطر أعلى الثوب وأسفل النعل، يعني لو الدنيا بقت زلق زلق يعني ايه، بلت النعل يخاف يتزحلق، او بلت اعلى الثوب يعني المطر بل اعلى الثوب خايف على نفسه لا يبرد لو راح ورجع تاني في وقت الثانية، يوم يصلي الاثنين ويضمن الجماعة. كل ده اللي بيته بعيد عن المسجد او ما بيمشيش للمسجد في كن، يعني في حتة مسقفة، انما اللي بيمشي للمسجد في كن يعني في بعض الطرق مسقفة، مش كده برضو؟ فلو كده يبقى ما يجمعش من اجل المطر، أو لو هو بيته فاتح على المسجد ما بيمشيش في الشارع يبقى ده ما يجمعش من أجل المطر. يبقى اللي بيجمع من أجل المطر اللي هو عايز يدرك الجماعة وبيته بعيد عن الجامع، فخايف أما يروح المطر يزيد عليه يقوم يمنعه من الوصول للمسجد في وقت الثانية، يقوم إيه يروح ناوي الجامع وجايبها عشان يدرك الجماعة يعني ويروح بعد كده، فهمتني؟ طيب، إن بل المطر أعلى الثوب وأسفل النعل ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم اللي هي إيه؟ نية الجمع في وقت الأولى مع الإحرام في الأولى أو قبل السلام منها وأثناءها، والترتيب والموالاة. بس في الحالات اللي زي دي هيصلي أربعة وأربعة، أربع ركعات وأربع ركعات لأنه مقيم، مفيش قصر بقى لأنه ده مقيم، هيصلي الظهر أربع ركعات ويصلي العصر أربع ركعات بس يجمع العصر في وقت الظهر. واضح؟ والله يبقى سامع هنا، احنا بنبقى سامعين المطر مستوى لا قاعد بيضرب في السقف سامعين، واخد بالك؟ او يوقف له بقى واحد عيل من العيال يا واد رايب لي المطر، ما هو هيشترط، يشترط المطر ايه؟ انه يبقى في احرام الاولى او اثناء الدخول في الاولى وعند التسليم منها يبقى في مطر، وعند الدخول في الثانيه، مش
ولو انقطع بين ده بين ده ما يضرش بقى. واضح الكلام؟ عشان يبقى العذر مستمر عند ايه؟ يبقى انا حنوي الجمع في الاولى طالما المطر مستمر، فرحت نويت الظهر ونويت معاه جمع العصر، المطر شغله قلت الله اكبر، ورحت ناوي الظهر وناوي معاه جمع العصر تقديم، وانا في الركعه الثانيه المطر بطل، جيت في الركعه الثالثه المطر لسه مبطل، جيت في الركعه وانا قاعد اقرا التشهد قبل ما اسلم المطر ابتدى يرخ تاني. حلو، ماشيه نيه الجمع لان العذر موجود، رحت مسلم ورحت اقمت الصلاه وقلت الله اكبر المطر شغال، وبعدين اتقطع وانا بقرا الفاتحه في الركعه الاولى من العصر، يمشي جمع تقديم، استمر بقى. واضح؟ واضح؟ ما هو انا هجمعه ليه؟ لان المطر لما بينزل يعمل لي زلق في الطريق كويس، فممكن وانا جاي للعصر اتزحلق واقع، مش كده برضو؟ فهضطر ان انا اصلي العصر في بيتي ويفوتني الجماعه. واضح الكلام؟ فانا علشان ادرك الجماعه بس، هو معموله كده عشان انت تدرك الجماعه في المسجد، ادي الحكايه. لكن طبعا في ايامنا هنا مع ده انت لو عملت كده هنا في مصر يتخانقوا معاك الناس. اصل مش كل الناس متعوده على كل الاحكام، خد بالك في احكام الناس تستغربها لانها مش عارفاها لانها ما درستهاش. فعلى اي حال نشوف هنا نتعلم حاجه جديده على اي حال. فبيقول لك ايه؟ ويشترط ايضا وجود المطر في اول الصلاتين، في اول الصلاه الاولى وفي اول الصلاه الثانيه. كويس؟ ولا يكفي وجوده في اثناء الاولى منهما، ويشترط ايضا وجوده عند السلام من الاولى سواء استمر المطر بعد ذلك ام لا. يبقى يشترط استمرار المطر في ثلاث احوال بس، في ثلاث ايه؟ مراحل. مرحله النيه في الاولى، في اولها، وعند السلام منها، وعند الدخول في الثانيه. واضح؟ سهله؟ بس لكن لو ما عنديش الحاجات دي يبقى مش هينفع انوي جمع بسبب المطر. واضح الكلام؟ ايوه، عشان يبقى العذر مستمر. لو المطر وقف بعد ما سلمت من الاولى، او ابتديت سلمت من الاولى والمطر شغال وقمت اقمت الصلاه وهتنوي، قالوا لك المطر بطل، ما ينفعش بقى، اقعد بقى اختم الصلاه وهات السنن بقى وبصلي العصر في وقته. واضح؟ طب افرض انا سلمت والمطر كان مع التسليم، يا دوب هقف انوي لقيته بطل، فروحت قاعد اختم الصلاه، وانا بختم الصلاه لقيته المطر اشتغل تاني، يبقى هنا الموالاه انقطعت، وانا عندي من الشروط الموالاه يبقى ورا بعض، فما ينفعش اجمع برضه، لان احنا الشروط الموالاه يبقى ده ورا ده. واضح؟ احنا مالناش دعوه، ما بيقولكش صواعق ولا رعد ولا سيل ولا حاجه، كلها رحمه. انت ليه عايز تضيق الناس؟ هو قال لك طالما بيبل اعلى كتافك، بيبل كتافك مش هدومك تتعسر، بل كتافك او بل النعل بتاعك، بس المهم يبقى مستمر. سهله، ايدينا حلو جميل، انت بقى عايز تخليها بترخ يعني وتلج والدنيا بقى ايه والناس واعصار زي اللي في عمان ربنا يرفعه عنهم. فبيقول لك ايه؟ ويشترط ايضا وجوده عند السلام من الاولى سواء استمر المطر بعد ذلك ام لا، وتختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة بمسجد او غيره. انما واحد ما بيصليش جماعة اصلا، ده بيصلي في بيته، يجمع ليه ده بالمطر؟ ده قاعد في بيته، ده هيصلي الظهر ويقعد ياكل ويتغدى وينام، واما يدى العصر يبقى يصلي العصر، هيجمع ليه ده؟ لان ده مش منقول من بيته، ده قاعد. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى وتختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة بمسجد أو غيره، غير زي رباط، زي مدرسة دينية كان بيعملوا فيها زوايا كده. من مواضع الجماعة بعيد عرفا، ويبقى كمان الموضع الجماعة ده بعيد عرفا عن بيته. يضطر يمشي في الشارع ويخوط في الطين ويبقى في أهوال، يتزحلق راجل كبير لو اتزحلق يتكسر. وهو متعود يصلي جماعة على طول، فهمتني ازاي؟ او كده بعيد عرفا، عرفا مش قال محدد لكش مسافة،
طالما في العرف يعتبر مسجده بعيد يبقى خلاص ده يعتبر عذر. ويتأذى الذاهب للمسجد، كل دي شروط، يبقى لازم يبقى في موضع جماعة ولمصلي جماعة والمسجد يبقى بعيد عرفا، وانه يتأذى لو مشي في المطر. ويتأذى الذاهب للمسجد او غيره من مواضع الجماعة بالمطر في طريقه، الطريق كله ايه؟ برك وكله طين وكله شغلان، فهمتني؟ بس ده كلام الشارح. نيجي ده كلام الشارح، نقرا كلام المحشي بيقول: ويجوز الى اخره شروع في جواز الجمع بالمطر بعد ان تمم الكلام على جواز الجمع بالسفر. قول للحاضر ليس بقيد، طبعا بس هو جاب للحاضر هنا علشان لحسن تفتكر ان جمع المطر لازم للمسافر. طب ما هو الجمع للمسافر جائز بمطر او غير، فهمتني ازاي؟ ليس بقيد، فيجوز الجمع بالمطر للمسافر ايضا. وهل يجب عليه عند نية الجمع تعيين سببه او يكفي مطلق نية الجمع؟ يعني لما حان وانا الجمع اقول للمطر او للمرض على وجه في المذهب عندنا ان يجوز الجمع للمرض ايضا، ولا يكفي نية مطلق نية الجمع بس؟ قال الشوبري: ولعل الاول اقرب. يعني ما حدش نص على فكرة لازم، لكن الامام الشوبري بيقول لك لعل الاول ان انا انوي الجمع مع تعيين سببه اقرب من حيث الفقه. يعني قلت، ده مين بقى؟ الشيخ البيجوري بيرد على الشوبري، قلت بل الظاهر الثاني مطلق الجمع من غير ما يعين السبب. شفت قاعدين يناقشوا بعض ازاي؟ حلوين حلوين ازاي مع بعضهم من غير ما يهزقوا بعض، مش حاجه. قول اي المقيم دفع به ان يراد بالحاضر ساكن الحاضره او المستوطن، بل المراد به المقيم مطلقا. ويجوز للحاضر، ام الشارح قال ايه؟ اي المقيم. لا تفتكر الحاضر هنا اللي هو ساكن في البندر يعني، مش في الارياف يعني، فهمت ازاي؟ لا يقول لك لا، يقصد الحاضر هنا اللي هو المقيم. قوله في وقت المطر ومثله الثلج والبرد ان ذابا حال نزولهما او كانت قطعهما كبارا. ساعات ده ينزل كده ثلج في بعض البلاد يبقى كبير، يبطح كده كانه حجر نازل من السماء، فطبعا ما يقدرش يروح ويجي، يتعود. ومثله الشفان ايضا. عارف الشفان؟ مش ساعات تلاقي في بعض البلاد في صور اللي بتشوفها في الاخبار، تبص تلاقي هوا جاي ومعاه رذاذ ثلج، هو ده الشفان. تلاقي هوا جاي ومعاه، تلاقيها في اذربيجان عندكم الحكايه دي. ها؟ الشفان هواء ومعه رذاذ ثلج كالدقيق ثلج، بيجي عندكم في اذربيجان؟ احنا عندنا ما بيحصلش في مصر. والبرد والثلج احنا عندنا نادر، لما الدنيا تنزل ثلج يا الناس تطلع تتفرج، بيعتبروها نادره يعني في مصر، لكن في بلاد عادي. في احجار ساعات تنزل. في ايطاليا كان نصف كيلو اصلا واحد. ايوه شوف بقى، فعلشان كده بيقول لك او الشفان ومثله الشفان ايضا، وهو بفتح الشين وتشديد الفاء وبنون بعد الالف، عبارة عن ريح باردة فيها مطر خفيف. يبقى ريح برد ومعها رذاذ مطر او رذاذ ثلج، يبقى يسموه الشفان. كويس؟ وخرج بذلك الوحل وغيره من الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. وخرج بذلك الوحل وغيره من الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، فلا يجوز الجمع بها. في أعذار مبيحة لترك الجمعة والجماعة، كويس؟ ما يجوز الجمع بسبب الأعذار دي. احنا قايلين الأعذار اللي تبيح ترك الجماعة منها ايه؟ انه لو واكل بصل وريحته ايه؟ فظيعة، يعني لو اتاوب كده المسجد كله يغمو عليه، يبقى ما يروحش بقى يصلي، ده يأذي الناس، واخد بالك ازاي؟ يبقى ده يصلي في بيته احسن، اذا بوليتم فاستتر. أو عنده بخر، في ناس يقول لك إيه ريحة نفس وحشة.
بخر، فبرضو الناس تتأذى منه، مريض مسكين عنده مثلا حاجات كده، يبقى برضو لا يترك الجماعة. أو عنده سلس بول لما بيمشي هيجي الجامع يلوث المسجد، يبقى يصلي في بيته. أو عنده جرح في رجله ورابطها ولما يمشي ناشع صديد وناشع قيح، فيجي يمشي يدوس على المسجد هينجس لنا الجامع، يبقى يصلي في بيته بقى. فهمتني ازاي؟ بس ده ما يجمعش، ده ما يجمعش، ده يسكت الجماعة لكن ما يجمعش، بيصلي في بيته كل وقت في وقته. فهمت بقى؟ أدي كلام الشيخ يعني. واختار في الروضة، مين اللي اختاره في الروضة؟ الإمام النووي، ليه كتاب اسمه إيه؟ روضة الطالبين. واختار في الروضة جوازه بالمرض كمان، بالمرض كمان. الحنابلة عندهم طبعا جواز الجمع بالمرض ده مطلق، الشافعية مش مشهور في المذهب، لكن الإمام النووي اختار جوازه بالمرض كمان، لكن مش مشهور في مذهب الشافعي، لكن الإمام النووي اختاره جوازه بالمرض. وجرى عليه ابن المقري قال في المهمات: وقد ظفرت بنقله عن الشافعي، الإمام الشافعي نفسه، واخد بالك؟ يبقى مبروك علينا، يبقى يجوز الجمع بالمرض ايه نقلا على عهدة هؤلاء العلماء الكبار دول. برضو. وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة، ده اللي بيعلق مين؟ الإمام البيجوري، يقولك وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة. ساعات أصل واحد يبقى مريض ضعيف ومقعد ولاده جنبه، كل ما يجي وقت الصلاة يوضوه، ويمكن ولاده بيجوا يزوروه مرتين في اليوم، فبقية اليوم ما بيتسناش لي حد يوضيه، والراجل ضعيف قاعد في البيت كده مسكين. فلما نيجي نجيز ليه الجمع بقى، يوم ولادهم ما يجوا يزوروه يقول لهم زوروني وقت الظهر وزوروني وقت المغرب، مش عايزكم تاني. يجوا وقت الظهر يوضوه، يروح جايب الظهر وينو جمع العصر معاه، وبعدين يجوا يزوروه على المغرب يروح متوضي ويروح جايب المغرب وجايب العشاء، وينام مستريح يستنى للفجر بقى ربنا يسهلها، جيرانه بقى يخبطوا عليه بتاع، يقعد في بيت مسنين يموت ويستريح من الدنيا واللي فيها، المهم يقضي مصالحه وخلاص. أو يعين له موظف إذا كان راجل غني وعنده أموال، يعين له موظف معاه يقول له أنت تقعد معايا يا ابني، تعيش معايا هنا، مش عايز منك غير توضيني، تاخد كام في الشهر؟ يقول له 500 جنيه، يقول له موافق اقعد. واخد بقى؟ طالما هو راجل غني بقى، واخد بقى، يقعد يوضيه ويوضبه ويهيئه، ما يجراش حاجة. فبيقول لك وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة، اللي هو جواز الجمع بالمرض للمرض. وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيجوز تقليد ذلك، ويسن أن يراعي الأوفق بنفسه في حالة المرض بقى، يراعي الأوفق بنفسه، يجوز في جمع التقديم وجمع التأخير، ده للمريض. يراعي الأرفق، تنفع الأوفق وتنفع الأرفق، تنفع. ويسن أن يراعي الأرفق بنفسه، فمن يحم في وقت الثانية يقدمها بشرائط جمع التقديم. في بعض الأمراض تبص تلاقي الواحد يجي له حمى في أوقات معلومة، عارفها ده، ساعات تقعد معاه شهور على فكرة كده. في أمراض يجي له حمى مثلا في إيه، في النص الثاني من اليوم، أو تجي له الحمى إيه بيسموها ريلابسنج فيفر، الحمى الرجعة، راحة جاية كده عليه. فإذا كان هو بتجي له الحمى في وقت العصر، يبقى يصلي العصر مع الظهر بقى. اذا كان الحمى بيجي له في وقت الظهر، يبقى ياخر الظهر مع العصر، وهكذا. يبقى ايه اذا كانوا يجي له المرض بتاعه او الضعف والهزال اللي بيجوا في اوقات معلومه، يقوم يختار الاوقات اللي فيها القوه والنشاط يجمع فيها الصلاه. فلو وافق جمع تقديم لا باس، لو وافق جمع تاخير فلا باس. كويس. فمن يحم في وقت الثانيه يقدمها، يحم يعني يجي له حمى يعني، بشرائط جمع التقديم طبعا، أو في وقت الأولى يؤخرها بشرائط جمع التأخير. قول أن يجمع بينهما لما في الصحيحين، دليل الجمع من أجل المطر الوارد الحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، زاد مسلم من غير خوف ولا سفر. قال الشافعي: كمالك أرى ذلك في المطر. يبقى ما حدد لكش عذر هنا، يعني النبي في المدينة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وفي المدينة بقى ما فيش عذر سفر.
واخد بالك؟ فقال الإمام الشافعي والإمام مالك لما سمعوا الحديث ده قالوا إيه؟ قالوا لعله كان لعذر المطر، فحملوه على عذر المطر. واضح؟ قول أي الظهر والعصر وكذلك الجمعة مع العصر خلافا للروياني كما في شرح الخطيب، والمغرب والعشاء في نسخة أو المغرب والعشاء بأو بدل الواو، لا في وقت الثانية، لا في وقت الثانية، ها؟ فلا يجوز أن يجمع بالمطر جمع تأخير، فلا يجوز أن يجمع بالمطر جمع تأخير، لأن استدامة المطر ليست مفوضة للشخص، لأن ده بتاع ربنا بقى، وأنا عارف إن المطر يعني هيستمر لحد وقت التانية، لما أنوي جمع تأخير ما ينفعش. فهمتني إزاي؟ لأن استدامة المطر زي واحد لقى مثلا الدنيا بتمطر في عز الصيف، ودي مش عادة مصر إن مصر يمطر، فقال لك حكومة فوضى صحيح. طب والحكومة مالها؟ تسقط الحكومة، إزاي الدنيا تمطر في أغسطس؟ قال له أنت مالك يا سيدي؟ ده بتاع ربنا. أيوه يا سيدي. أي أنه طبعا يرى كمان في المرض وكذا أنه جمع تقديم، ولكن لا أنه إيه قال لك أن يجوز الجمع، ما قالش لا تقديم ولا غيره. الإمام الشافعي نقول عنه أنه يجوز الجمع من أجل المرض وسكت. فهنا بيقول لك أنه يرى أنه ذلك الأوفق، وأنه يجوز جمع التأخير والتقديم بالنسبة للمرض حسب الأرفق للمريض أو الأوفق له. من أجل المطر. قاسوا على المطر المرض لئلا يجعل عليكم في الدين من حرج. بالقياس بس. قالوا لأن الشريعة فيها الرحمة والشفقة. إذا كان مع كمال الصحة في السفر يجوز لك أنك أنت تجمع إيه الصلاة في غير وقتها وتصليها في غير وقتها. فما بالك مع الضعف والمرض. فأسوها على الحكاية دي نظرا لمقاصد الشرع الشريف. فتح الله عليه. فبيقول هنا فلا يجوز أن يجمع بالمطر جمع تأخير لأن استدامة المطر ليست مفوضة إلى الشخص، ليست مفوضة للشخص الجامع، فلا اختيار له فيها. فلو أخر الصلاة الأولى إلى وقت الثانية فقد ينقطع المطر فيؤدي إلى إخراج الأولى عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر، لأن السفر ده بإيده يقطع وقت ما يحب أو يستمر فيه وقت ما يحب وهو عارف المسافة. إنما المطر ما نعرفش هيقعد قد إيه، هيستمر ولا مش هيستمر ما نعرفش. بل في وقت الأولى منهما إضراب عن قوله لا في وقت الثانية، وهو انتقالي لا إبطالي، لأنه لم يبطل ما قبله، لأن الإضراب قد يكون إبطالي يعني يبطل ما قبله، وقد يكون إضراب يعني يبقى انتقالي للتوضيح بس، لأنه لم يبطل ما قبله. وبالجملة فلا يجوز الجمع بالمطر إلا تقديما فقط بس وخلاص. قوله إن بل المطر أعلى الثوب وأسفل النعل، الواو بمعنى أو، يعني يبل المطر أعلى الثوب أو أسفل النعل، مش شرط يجتمع الاثنين. الواو بمعنى أو كما قاله الشبرملسي. الشبرملس دي مدينة برضو في المنوفية، ده عالم منسوب إليها من علماء الشافعية. كتير منه بحري، تملي وجه بحري تلاقيهم نظامهم شافعية كتير، وجه قبلة تلاقي مكية كتير، كما قاله الشبرة من لسي. فالشرط أحدهم، بس الإسناوي كان من الصعيد من إسنا، والإمام السيوطي من أسيوط بس هو قاعد في مصر يعني، وكانوا شافعية برضه، الشافعية انتشروا يعني. أو كما قاله الشبرة من لسي فالشرط أحدهما، وعلم من ذلك أنه لا يشترط أن يكون المطر قويا. أهو يا إيهاب، لا يشترط أن يكون المطر قويا، ما تصعبش على الناس، بل يكفي ولو ضعيفا بحيث يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل. قوله
ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم، وهي أن يبدأ بالظهر قبل العصر وبالمغرب قبل العشاء، اللي الترتيب يعني، ونية الجمع في الأولى والموالاة بين الأولى والثانية، فهذه هي السابقة في كلام الشارح. واضح؟ ويشترط أيضا، أي كما شرطت الشروط السابقة، وجود المطر في أول الصلاتين، أي يقينا أو ظنا، لا شكا، يقينا أو ظنا يعني غالب الظن، لا شكا يعني لو استوى الطرفين ما ينفع. وهذا الشرط بدل قولهم فيما تقدم ودوام السفر إلى عقد الثانية. يبقى المطر هنا كأنه هو السفر في الجمع التقديم، يشترط دوام السفر، فهمتني ازاي؟ فحط مكان السفر المطر. واضح؟ ولا يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما بخلافه في السفر. في السفر يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما، يعني لازم المطر يبقى مع الإحرام بالأولى، لكن يجوز أن نجمع نية الجمع ولو أحرمت بالأولى وأنا لسه مش متلبس بالسفر ومشيت السفينة، وأنا في أثناء الأولى قبل التسليم لقيت نفسي خرجت من حدود البلدة، ليه؟ أن أنا أنوي جمع التقديم. واضح؟ إنما في السفر في المطر لا، المطر يشترط أن أنا وأنا بنوي في الأولى المطر شغال. واضح؟ ولا يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما بخلافه في السفر، فإنه يكفي وجوده في أثناء الأولى كما لو شرع في الأولى وهو في سفينة ثم سارت فنوى الجمع في أثنائها. ويشترط أيضا، أي كما شرط وجوده في أول الصلاتين، وقول وجوده عند السلام من الأولى أي ليتصل بأول الثانية، فيؤخذ منه اشتراط استمراره بينهما وهو كذلك. والحاصل أنه يشترط وجود المطر في أول الصلاتين وبينهم وعند التحلل من الأولى، ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهم. واضح؟ سواء استمر المطر بعد ذلك أم لا، لو استمر المطر في أثناء الصلاة بعد كده أو لا ما يضرش، المهم يبقى إيه، المطر مستمر في أول الأولى وأثناء تحلل منها وفي أثناء الشروع من إيه في الثانية، ولو انقطع بعد كده أو قبل كده بينهم ما يضرش. سواء استمر المطر بعد ذلك أم لا، قد يتوهم رجوع اسم الإشارة في كلامي إلى السلام من الأولى فيفيد على هذا أنه لا يشترط استمراره بين الصلاتين وليس مرادا، بل اسم الإشارة راجع لأول الصلاتين باعتبار اشتماله على أول الثانية، فيفيد على هذا أنه لا يشترط استمراره بعد عقد الثانية، وهذا صحيح فلا اعتراض على الشارح على هذا. وتختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة، اللي هي شروط اللي هي إيه، يبقى في شروط في المطر وفي شروط في الإيه في المصلي اللي هيجمع. خلص لك شروط المطر، إنها يبقى المطر في أول الأولى وفي أثناء التحلل منها وفي أثناء ومستمر حتى الشروع في الثانية، دي شروط في المطر. بعد كده ينتقل على الشروط في اللي هيجمع نفسه، فهمتني؟ وتختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة، أي فلا يجوز الجمع بالمطر إلا لمن اتصف بهذه الشروط. والرخصة لغة مطلق السهولة، وشرعا الحكم المنتقل إليه السهل، لتعريف شرعي سهل كده ولكن ليها تعريف أصولي تاني. الرخصة هي الحكم على خلاف الدليل بعذر، ده تعريفها الأصولي في علم الأصول. تعريف الرخصة إيه؟ هي الحكم على خلاف الدليل بعذر، الحكم على خلاف الدليل بعذر. ما هي ليها تعريفات كتيرة بس أنا بحاول أدي لك إيه حاجة سهلة، لكن ليها تعريفات كتيرة. قول بالمصلي في جماعة، تختص رخصة الجمع بالسفر بالمطر بالمصلي في جماعة بخلاف من يصلي فرادى فلا يجمع. تنبيه، قد اشترطوا الجماعة في الجمع بالمطر، يبقى اللي هيجمع من أجل المطر لازم يصلي جماعة، ما فيش جمع من أجل المطر فرادى، فهمتني؟ قد اشترطوا الجماعة، جماعة مسجد مش جماعة بيت، جماعة مسجد. واضح؟ مش جماعة ما احنا قلنا هيجمع في وقت الاولى. لا انا قصدي ان
عشان ما ينزلش تاني في وقت الثانية. لا انا قصدي المطر شديد فمنع انه ينزل يصلي الظهر اصلا، يعني هو المطر شغال خلاص هيصلي في بيته، يبقى ما يجمعش، ما هو مش هينزل، هيصلي في بيته الظهر في وقته، وبيقول لك المطر منعه من النزول اصلا لصلاه الظهر، يبقى خلاص هيصلي جماعه في بيته مع اهل بيته او مع اولاده، ما يجمعش بقى الصلاه الثانيه لانه قاعد في بيته كده كده، مش هينتقل في الشارع يعني، لا هيبل نعله ولا هيبل ثوبه، والا ساكن فوق السطوح من غير سقف، يبقى دي مساله ثانيه. طيب دي قبل للمناقشه بقى، لو ساكن في السطوح من غير سقف نبتدي نناقش بقى فيها، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ لان ده في بيته وما بينتقلش، يرجع بقى ويقول لك وناقشها الدكتور يسري في مسجد الاشراف ولم يبدي فيها براي. لا كده تمشي الامور. ايوه يا لا التراب يعني التراب الشديد والله عايز اجتماع دي بقى بين علماء مذهب الشافعيه ونقعد بقى ايه نناقشها. الرياح الخمسين دي بتتعب العين وبتبقى مؤذيه كالشفان اللي هو بيبقى ريح معاها ماء، واخد بالك؟ فدي ريح بدل ما هي معاها ميه ريح معاها تراب، فهل يجوز الجمع من اجل هذه الريح كالشفاني ام لا يجوز؟ نعمل اجتماع بقى بين مجمع علماء الشافعيه ونقعد نناقشها ونفكر، لكن مش عايزين نحسمها الوقت لا يفضحونا. ايوه انت بقى مش انت قاعد في دار الافتاء شيخ نصر؟ مش في دار الافتاء؟ قول له هل يجوز قياس رياح الخمسين في مصر كالشفان في اذربيجان؟ لانه لا يحدث في مصر الشفان اللي هي الريح الشديده دي ومعاها ماء او رذاذ ثلج، لكن احنا عندنا ريح شديده ومعاها تراب، فهل ينفع الحكايه دي ولا لا يا شافعيه؟ ناقش الحكايه دي بقى مع علماء الشافعيه عندك في دار الافتاء، وبقول لي كده لما تقابلني. تنبيه، قد اشترطوا الجماعة في الجمع بالمطر كما تقرر، لكن هل هي شرط في كل من في كل من الأولى والثانية؟ يعني هل شرط الجماعة يبقى في الأولى كمان والثانية؟ ولا الجماعة في الثانية بس؟ الراجح إن تبقى في الثانية بس. لأن الأولى ما عندهاش مشكلة لأنها تصح فرد وجماعة لنا في وقتها. إنما الثانية أنا هصليها في غير وقتها فدي أزمة. فطالما أزمة يبقى عندي علة وجود المطر وإن أنا عايز الجماعة. فهمتني ازاي؟ عشان تتوفر العلة في الثانية ان انا اصليها في غير وقتها، واضح الكلام؟ طيب. لكن هل هي شرط في كل من الأولى والثانية أو يكفي وجودها في الثانية والمتجه الثاني؟ لأن الأولى في وقتها على كل حال فلا تتوقف صحتها على الجماعة، وهل هي شرط في جميع الثانية أو يكفي وجودها في أول جزء منها؟ لأن ممكن أنت تنوي جماعة في الثانية وبعدين يطرح حاجة للإمام تنوي أنت المفارقة وتكمل إيه منفرد. فهل يشترط الجمع في كلها ولا يكفي في بدايتها بس؟ نبتدي إزاي؟ والمتجه الثاني إن يكفي في أولها مش شرط في كلها. ده المتجه الثاني. أيضا فيكفي وجودها عند الإحرام بالثانية وإن انفرد في بقيها ولو قبل تمام الركعة كمان، يعني مش شرط يكمل ركعة مع الجماعة. ولا بد من نية الإمام الجماعة، وفي الحالة دي طالما يشترط الجماعة يبقى لازم الإمام ينوي الجماعة زي الجمعة وإلا ما تنعقدش. يعني لو إمام نوى ما نواش الجماعة والإمامة في صلاة الجمعة لا تنعقد الجمعة تبطل ويقوم يصلي ظهر، ده مذهب الشافعية كده، لأنها لا تصح من انفراد. فهمتني؟ فطالما قلنا إن الجماعة هنا في جمع التقديم في الثانية شرط، يبقى يشترط في الإمام إنه ينويه. واضح؟ كالجمعة. ولا بد من نية الإمام الجماعة أو الإمامة في الثانية وإلا لم تنعقد صلاة، وإن علم المأمومون بذلك، لو علم المأمومون إن الإمام ما نواش الجماعة لم تنعقد صلاته أيضا، وإلا يعني لو ما عرفوش إن الإمام ما نواش الجماعة تنعقد لعدم إيه علمهم. واضح؟ ويشترط ألا يتباطأ المأمومون عن الإمام، ما يقعدش يتلكع عن إمامه بقى، الإمام ركع تركع مش تقعد بقى تتلكع، واخد بالك؟ ولا يتباطأ المأمومون عن الإمام، فإن تباطأوا عنه بحيث لم يدركوا معه ما يسع الفاتحة قبل ركوعه في الركعة الأولى ضر، كما ذكره ابن قاسم نقلا عن الرمل. كل القيود دي بيقيدها ليه؟ لأنها خلاف الأصل، فبيقولك الضرورة تقدر بقدرها، مش كده برضو؟ دي رخصة لضرورة فتقدر بقدرها، ادي التقييدات دي كلها.
طيب قوله بمسجد أو غيره أي كمدرسة أو رباط أو نحوهما من مواضع الجماعة، بخلاف من يصلي ببيته ولو جماعة، خدت بالك؟ بخلاف من يصلي ببيته ولو جماعة، والبيت جاي من السقف اللي هو يكنه، يبقى لو ما في السقف قبل للمناقشة نناقشه. فلا يجمع بالمطر. قوله بعيد عرفا أي بعيد عن باب داره، يبقى المسجد بعيد عن باب داره عرفا، بخلاف القريب. لو جمع قريب يا دوب يعدي الشارع كده يدخل الجامع خلاص مفيش عذر بقى، يبقى يجي وقت العصر. واما جمعه صلى الله عليه وسلم بالمطر مع ان بيوت ازواجه كانت بجنب المسجد، فاجابوا عنه بان بيوتهن كانت مختلفه واكثرها كان بعيدا، فلعله حين جمع كان بالبعيد. واجابوا ايضا بان للامام ان يجمع بالمامومين وان لم يكن بعيدا وهو محمول على الراتب، على الامام الراتب يعني، او على غيره، وتعطل المسجد بغيبته عنه. وقال القليوبي يجوز لامام المسجد ومجاوريه ان يجمعوا تبعا لغيرهم، لكنه ضعيف بالنسبه للمجاورين للمسجد يعني. قول ويتاذى الذاهب للمسجد الى اخره، اي بان يذهب خشوعه او كماله، يعني لو يتأذى يعني لما يمشي بقى يلاقي نفسه هيتزحلق وهدومه تتوسخ ويوصل تعبان وبينهج ووقع وتعب وتعور، فيجي هيصلي ايه بقى وحصل له ده كله الحوادث دي كلها، فيجي حتى يصلي يبقى ما عندوش خشوع، واخد بالك؟ فيذهب خشوع او كماله، بخلاف من يمشي في كن، في كن يعني حاجة ايه مثقفة كده، فلا يجمع لانتفاء التأذي. قال المحب الطبري ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع، وإلا لاحتاج إلى صلاة الثانية في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته في المسجد. يعني بيقولك ولو حصل المطر وهو في المسجد، خد بالك إزاي، وهو هيصلي الأولى لسه بيصلي تحية المسجد وبيصلي السنة القبلية وبعدين حصل، يعني ما تأذاش في العودة في المجيء، لكن هيتأذى في ايه؟ في العودة مرة أخرى لو هيجي للصلاة الثانية، فلو أن يجمع. وكلام غيره يقتضي، ومن ذلك يعلم أنه لا يشترط وجود المطر في مجيئه من بيته إلى المسجد، بل يكفي ما لو اتفق وجوده وهو بالمسجد، وجود المطر يعني وهو بالمسجد. ونقف على فصل ايه؟ وشرائط وجوب الجمعة يوم السبت القادم، هنخش بقى ايه؟ في شرائط الجمعة من السبت القادم إن شاء الله. كده انتهينا من إيه؟ أحكام الجمع وأحكام القصر، ولله الحمد والمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة.